أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة لتعيين 30,000 معلما سنويا تحت عنوان تطوير المنظومة التعليمية في مصر، لكن برلمانيين قالوا إن السلطات المعنية استبعدت كلا من أصحاب الوزن الزائد والحوامل من المشاركة في الاختبارات الخاصة باختيار هؤلاء المعلمين، وهو ما أثار جدلا شعبيا ودفع ببرلمانيين إلى مساءلة رئيس الوزراء عن المسؤول عن قرار الاستبعاد وأسبابه. فما حقيقة ما يجري هناك؟ وما دوافع هذا الاستبعاد؟ وما مدى قانونيته؟ وكيف سيتحرك المجتمع المدني في مصر لمساندة هؤلاء المستبعدين وأبطال استثنائهم من المبادرة؟ بعد استبعادها بسبب الوزن الزائد من اختبارات المعلمين الجدد، تبددت أحلام شيرين في الالتحاق بوظيفة مدرس ضمن وظائف 30,000 معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفني، رغم اجتيازها عددا من الاختبارات التي دشنتها الوزارة في مسابقتها الرسمية. فوجئت ببيان الوزير رضا حجازي ان هو نزل البيان بيقول ان في ناس عندهم مواقف صحيه. ايه هي المواقف الصحيه؟ الوزن الزايد متصنفين، وزن زايد وحمل ولاده. فانا بسال، هل الوزن الزايد او الحمل ولاده كان من الشروط المعلن عنها من قبل المسابقة من الأول؟ شيرين واحدة من بين آلاف المتقدمين الذين استبعدوا بذريعة الوزن الزائد أو الحمل والولادة، مما أثار حالة من الاستنكار الشديد على وسائل التواصل، ودخل البرلمان على خط الأزمة، وتقدم نواب بطلبات إحاطة، ورفض آخرون الشروط كونها غير قانونية ومخالفة للدستور. دي اكبر حاجه ممكن تحصل، يعني ان هو مخالف الدستور ان استبعد شخص عشان وزنه وعشان شكله وعشان ظروفه اللي هو فيها. والنقطه الثانيه، ازاي الشروط دي ما كانوش عارفينها او ما اعلنتهاش وزاره التربيه والتعليم قبل 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 المسابقه نفسها؟ أن يكون المعلم رشيقاً ونشيطاً أمر ينعكس إيجاباً على الطلاب، هذا من أهم الأسباب التي استند إليها بيان الاستبعاد الحكومي الذي أكد على منح فرصة ثانية للمعلمين أصحاب الأعذار الصحية، لكن بعد انتهاء هذا العذر. عندما تقدم الكثير من أصحاب الوزن الزائد هنا تقدموا لمجرد شغل الوظيفة، لكن الطبيعة الجسمانية نفسها لا تتناسب مع مهنة التدريس. هنا ليس تمييزا وليست مخالفة للدستور، لأن الدستور لا يفرض على أي جهة أنها تعين أي متقدم لها غير متوفر المواصفات فيه. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة بتعيين 30,000 معلم سنويا لسد العجز الذي بلغ نحو 400,000 معلم وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم. السمنة والحمل معايير جديدة لاختيار العاملين في قطاع التعليم تهدف لتطوير العملية التعليمية بحسب الحكومة، لكنها تثير جدلاً شعبياً وحقوقياً في المجتمع المصري لمخالفتها القانون والدستور بحسب خبراء. أميرة جدلة، الحرة، القاهرة. معي من القاهرة عبد الجواد أبو كب الكاتب والصحفي، ومعي أيضاً عبر القاهرة أو من القاهرة عبر زوم فريدي البياضي أو فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. سامحوني إن كنت أخطأت بتهجئة الأسماء، صححوني رجاء إن كنت مخطئ. أهلا بكم، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. أنا في حيرة من أمري، من أين أبدأ؟ أستاذ عبد الجواد، هل تظلم السلطات المصرية؟ يعني عبد الجواد أبو كب، ده بداية يعني تصريحاً سامحني، أرجوك سامحني. أهلا بحضرتك، تفضل. لا 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 ولا يهمك، يعني أنا في تقديري أن الأمر يأخذ أكبر من حجمه بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن شرط أساسي في كل اختبارات العالم، لا توجد دولة في العالم لا تطبق الاختبارات الصحية والبدنية على هذا الاختيار في بالنسبة للمعلمين، بل بالعكس هناك دول تغالي في فكرة الاختيار والمواصفات التي يجب أن تكون في المعلم، لأننا نتحدث عن اختيار لشخص يكون
تشكيل الطالب أو التلميذ في سنواته الأولى وهي سنوات الأساس. مصر اعتبرت أن التعليم من الأولويات للتنمية في هذه الفترة، ويشهد على ذلك كثير من الإجراءات مثل الإنشاءات الكبيرة في المدارس والتي تجاوزت تقريبا 25% من نسبة المدارس التي أنشئت طوال التاريخ المصري، أو حتى هذا الأمر الذي نتحدث بشأنه طوال سنوات طويلة. في الحقيقة لم يكن هناك تعيين للمدرسين، وجاء الأمر يعني استجابة لمطالب شعبية أن يكون هناك تعيينات في هذا الأمر. لكن يفترض في هذه القصة أن تكون التعيينات صالحة تماما لعصر الذكاء الاصطناعي ولعصر الـ AI، ونحن نتحدث عن عصر الميتافيرس ونتحدث عن تكنولوجيا التعليم. فالقصة في تقديري البسيط أن القصة ليست استبعادا لحوامل ولا زائد الوزن، لكن القصة فشل في اختبار اللياقة الصحية، وخاصة أن الحوامل لم يجرين هذا الاختبار، والسيد الوزير قال أن الفرصة متاحة أمامهم بعد ذلك. طيب، ولكن هذه الشروط لم تورد سابقا اليوم قبل أن يتقدم هؤلاء الساعون للدخول كمدرسين اليوم. هل الشروط كانت واضحة للمتقدمين؟ سمعنا أحد المدرسات في التقرير تقول لك أنا لم أشاهد هذه الشروط موجودة من قبل، هل أخطأت المرأة؟ شرط اللياقة الصحية شرط موجود، ولكن فضفاض، ولكن فضفاض يعني في تفاصيل فيه. إذا أردت أن تفصله مثل دولة مثل المملكة العربية السعودية ستقول أنها اللياقة النفسية واللياقة الصحية واللياقة البدنية، لكن اللياقة الصحية تشمل كل هذه الأمور، ليس فضفاضا، لكننا نتحدث عن معلم أو معلمة يتعامل مع نشأ يجب أن يكون لديه مهارات. ولو أخذنا مثلا على سبيل المثال في بعض الدول التي يعني تتزيد في الشروط بسرعة، مثل أستراليا مثلا، هي تشترط الحصول على الماجستير ودبلومة التعامل مع الأطفال. كوريا الجنوبية مثلا على سبيل المثال تشترط أن يتغير المدرس في المدرسة كل خمس سنوات، يذهب إلى مدرسة حكومية جديدة. يا أستاذ أبو كب، سامحني، أنا لست من المنصرين مقارنات كانت غير منهجية، المقارنة هنا صعبة لربما وبحاجة إلى فرد مساحة كبيرة لها حتى نقارن، ولكن تسمح لي أعطي لأستاذ فردي لربما المساحة أكثر وصحيني أيضا بالاسم. كنت تقول بأن الشرط غير موجود أستاذ البياضي، كيف غير موجود؟ أستاذ عبد الجواد يقول لك موجود. أهلا بك، تفضل يا سيدي. أهلا بك، هكذا نطقت الاسم صح. أنا دكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. طبعا يعني أنا مع تحياتي للضيف الأستاذ عبد الجواد، أنا بختلف معاه كلية، هذا الشرط غير موجود. الشرط الموجود في الشروط أنا قدامي المسابقة هي بتقول اجتياز الكشف الطبي. هناك فرق كبير جدا، أنا طبيب وأعرف يعني إيه كشف طبي ويعني إيه كشف اللياقة البدنية. كشف طبي يعني واحد يتقدم لشغل، أنا بكشف عليه مثلا، بتأكد إن ما عندوش أي أمراض معدية تمنع إن هو يتعامل مع أشخاص ويعديهم. ده الوزن ليس منهم، لكن الحمل ليس منهم، هذا ما تقول. طبعا انا مش بكشف على واحد داخل يتعين في الجيش عشان امتحنه في الكليه الحربيه، ولا هيتعين ضابط شرطه هيجري ورا متهمين في الشارع. دي وظيفه تتعلق بالعقل وبالفكر وبالابداع، ولا تتطلب قوه. طيب تسمح لي حتى معلش اسمح لي اتفاعل معك، ساعطيك نفس الوقت الذي اخذه استاذ عبد الجواد، ولكن في هذه النقطه يا استاذ عبد الجواد، هل تميز ما بين الكشف والمصطلح الاخر الثاني الاجتياز الفحص الطبي؟ هل تعي ذلك؟ يعني مع كامل احترامي، مع احترامي الكامل للسيد الطبيب والنائب في البرلمان، الكشف الصحي يعني سلامة الصحة بشكل كامل وليس أمرا فضفاضا. طيب، ودعني فقط أركز على أن أنا أكمل كلامي. طيب عشان أكمل، أنا أود بس أنا سامحني وددت منك يا أستاذ عبد الجواد أن أخذ هذه النقطة. تفضل يا أستاذ فريدي. الرجل يعي ما يقول، يعني في صراع حول هذا المفهوم. أولا الكشف الطبي لا علاقة له باللياقة البدنية. اللياقة البدنية ده أمر آخر، بيتطلب في الوظائف اللي يتطلب مجهود جسماني معين ولياقة بدنية معينة، لكن وظيفة معلم هي وظيفة تتعلق بالفكر وبالإبداع ولا علاقة لها بالقوى الجسمية. طب معلم الرياضة، هل يجب أن يجتاز ذلك معلم الرياضة؟
معلم التربيه الرياضيه هذا امر اخر، هذا امر يعني مخصص، يعني يفترض ان يكون فيه لياقه بدنيه، لكن هذه الشروط طبقت على جميع التخصصات. ما ينفعش معلم كيمياء او معلم فيزياء واقول له لازم يكون عندك لياقه طيب بدنيه. طيب ما هو مصير هؤلاء الذين لا تنطبق عليهم شروط الكشف الطبي او الفحص الطبي بالمعايير الجديده من الطلاب من المعلمين القدماء؟ ارجوك ان تشمل ذلك في الاجابه ايضا. لو تقدم لي معلم من ذوي الاعاقه مثلا، هقول له انت غير مؤهل لانك عندك اعاقه، هذا امر ضد القانون وضد الدستور. الماده 9 في الدستور بتقول ان الدوله بتكفل المساواه لجميع المواطنين دون اي تمييز. ما اشترطش في الشروط ان يكون السيده ما عندهاش حمل، والا كانت اللي عندها حمل لم تتقدم او اللي كانت بترتب ان يكون عندها حمل تؤجله. ما ينفعش ان تفاجئ بعد سنتين، احنا بنتكلم في المسابقه دي بقى لنا سنتين، لما نيجي بعد سنتين وناس تقدمت ومستنيه ورتبت نفسها واشغالها ومستقبلها على هذا الامر يفاجئوا باستبعادهم لانهم سيدات حوامل. لم يوضع في الشروط ان الحمل يمنع التعيين، والا كانوا رتبوا هذه الامور. ماذا لو سيدة بعد أن تم تعيينها وبعد شهرين حصل حادث؟ هل يشترط هذا الإقالة؟ لا، هيقلوها. المادة 11 من الدستور بتقول إنه تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومطالبات العمل. ما فيش ما يمنع أن المرأة تحمل وتلد وتكون بتشتغل. ده طيب طيب يا أستاذ فريدي، يعني في ظل هذا السرد الجميل الآن، ما هو الهدف؟ ما هو السبب؟ أين وقع الخلل؟ من الذي قصد تغيير بوصلة الحدث كاملا إلى أن يصبح موضوع قضية حقوقية إنسانية؟ أنا أنضم مع حضرتك في التساؤل، وهذا ما وجهته لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم. لماذا هذا لسه ما جاليش الرد؟ أنا قدمت بطلب ولم يأتيني الرد لأنه كان طلب مكتوب، السؤال مكتوب كأداة برلمانية. لماذا يحدث هذا التمييز السلبي ضد المواطنين؟ وكيف سيتم تصحيح وتصويب؟ أنا ما عنديش تفسير، أنا بتساءل مع حضرتك، لكن هذا أمر غير مقبول وغير منطقي وغير قانوني وغير دستوري، ويجب تصحيحه على الفور. يعني يجب أن يتساوى طيب الجميع، شكرا. وتكون الفرص متساوية لجميع الأطراف، رجالا وسيدات مهما كانت حالتهم، قد يكون طالما أنهم طيب لن يسببوا أضرار لآخرين، ليس لديهم أمراض معدية تمنعهم من ممارسة العمل ويختلطوا بتلاميذ طيب أو بمدرسين آخرين. قد يكون عند أستاذ عبد الجواد لربما إجابة، هل لديك إجابة أستاذ عبد الجواد؟ ورجاء نبتعد عن يعني قدر الإمكان، أنا ليس لدي مشكلة في أن تطرح إجابتك كما تشاء في قضية المقارنات، ولكن إن وددنا أن نضع كل قضية في وضع المقارنات اليوم بأنظمة متقدمة في قضية التعليم، يعني هذا ظالما لمصر إن صح التعبير أو القطاع التعليمي. تفضل يا أستاذ عبد الجواد، دقيقة لكل منكم. دعنا نؤكد أولا أن فكرة القطع بأن هناك استبعاد من أجل السمنة أو الحمل هو أمر لم يتحقق، لأن معظم الحوامل لم يخضعن للاختبار الطبي من أساسه. ثانياً ممنوع أن يخضعوا، ولا يعني هم لم يخضعوا بحكم لا أنه لا هو الظرف الظرف الصحي لأنه ظرف صحي. طب ما هو ما هناك حوامل مع مدرسات يعني يحملن، ما هو المانع في أن تذهب؟ ما هو المانع لا الصحي؟ هناك هم لم يخضعوا لاختبار اللياقة البدنية يعني، مش اختبار الطبي. أنت تمنح فرصة تعيين لشخص يجب أن يقوم بالمهام، لكن أن يبدأ عهده في هذه القصة بظروف تمنعه من استكمال المهمة، أنت هنا تحافظ على العجز في المدارس. أيضا تصحيح صغير للسيد، كان يجب أن يذكر في الشروط، نحن نتحدث هنا عن معلمين فصل، ونتحدث عن معلمات رياض أطفال، معلمات أطفال ومعلمات فصل يقومن بكل التدريب بما فيها الألعاب الرياضية. نحن نتحدث عن أطفال ستمارس معهم ألعاب طول الوقت، ألعاب تعليمية أو ألعاب حركية. يجب أن يكون المعلم أو المعلمة في كامل اللياقة صحيا وذهنيا وبدنيا. ودعني أتحدث عن مساوئ التعليم. طيب لا تسمح لي، للأسف ما في مجال التحدث عنها. دقيقة لكل منكم حتى. طيب يعني أيضا يا أستاذ فريدي، هذه نقطة مهمة اليوم، معقول يعني أن لا يكون هناك معلم قادر على أداء مهامه البدنية، وإن كان يعني لربما نجح في الاختبار وبعد ذلك بعد 6 شهور ساءت قدرته، مرض، لم يستطع لربما يعني القيام بأداء مهامه، تتم إقالته؟ أعطيني تعليق سريع إذا تكرمت اليوم، وماذا لديك من حلول؟ دقيقة واحدة يا طبعاً لن يحدث أن يقال شخص نتيجة سمنة زائدة أو نتيجة حمل، لأنه القانون لا يمنع ذلك. وأنا
يعني يمكن يكون هناك بعض المنطق لو قلنا انه سيدات الحوامل لن يتم تعيينهم علشان ممكن ياخذوا اجازه وضع، لكن كان لازم يذكر هذا في الشروط. طالما لم يذكر في شروط التقدم للمسابقه لا يمكن تطبيقه، هذا امر غير قانوني. طالما لم يذكر، انت من حقك وانت بتحط شروط مسابقه حط الشروط اللي انت عايزها، قول انا عايز ملكات جمال يتقدموا، قول عايز رجاله موديلز يتقدموا، رغم ان هذا امر غير منطقي، لكن لك لم تضعه في الشروط فلا يمكن ان تطالب به الاخرين، لا يمكن ان تطبقه على المتقدمين، ولا يمكن ان تمنع الناس من التقدم للوظيفه طالما لم تضعه كشرط مسبق. تجاوزا هنا سافتح دقيقه واحده لحوار بينكما، تفضل يا استاذ عبد الجواد، معك الاستاذ فريدي. رجاء انا افتح هذه الدقيقه لانكم اكاديميين وملتزمين بطريقه الاخذ والرد وعدم المقاطعه، تفضل يا سيدي تحاوروا بدقيقه فقط. اتساءل هنا عن مصلحه الطفل المصري وعن مصلحه التلميذ المصري، وهي اولويه اولى، ونتحدث عن اصلاح كبير يتم في التعليم اي تفويت فيه واي مساحات صغيره في الحقيقه ستاتي بنا الى نتائج على الطفل ان يكون المعلمه حامل وهو يشوف في البيت عنده اخته او والدته في الحمل، ولازم يتعلم احترام المرأة. أتحدث عن اللياقة البدنية، يلا أستاذ عبد الجواد، معلم أو معلمة له وزن زائد، هذا أمر يجب أن يتقبله المجتمع. هتبقى في البيت ده نوع من التنمر ان انا اقول انه هذا المعلم مرفوض لانه وزنه زائد. لا يا استاذ عبد الجواد، لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، خليه يرد. هناك يجب ان يقبله الجميع، هناك قانون يمنع يرد عبد الجواد يا استاذ فريد، يجب ان يتعلم الطفل ان يقبلهم. يعني 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 فكره المعارضه سهله جدا والانتقاد سهل جدا، كنت اتمنى ان تكون هذه المعارضه في نتيجه كليات الطب في صعيد مصر اللي كان فيها نسبه الرسوب اكثر من 70% نتيجه طيب. ان هناك تعليم خاطئ في المرحله يلا الابتدائيه. يلا في نصف دقيقه المتبقيه اذا سمحتوا نتحاور عن كيف تخدم هذا يخدم هذا الجدل سد عجز المعلمين في مصر، تفضل استاذ فريدي. هناك عجز كبير يصل باعتراف وزير التربيه والتعليم السابق واقرار وزير الحالي يصل الى 400,000 معلم. نحن بحاجه الى اعداد اكثر من ذلك بكثير. الدوله قررت انها تعين 150,000 معلم على 5 سنوات، لا يصح انه بعد سنتين نحن بنصارع للتعيين نفاجئ انه خدوا الصبع ده عدد كبير منهم. عبد الجواد نفس النقطه 20 ثانيه عبد الجواد استاذ تفضل. يعني في تقديري أن الدولة ماضية، نحن نتحدث عن 150 ألف معلم على مدى 5 سنوات وهو رقم كبير جدا، وفي تقديري أن مسألة تطوير التعليم تسير على قدم وساق وفق الإمكانيات المصرية وبشكل كبير جدا، وفي تقديري أن على البرلمان أن يساند ما يحدث وليس أن يكون. شكرا جزيلا. أنا أحترم بشدة الأكاديمية التي تبعتهما أو تبع كل منكما هذا المسار في هذا الحوار. شكرا جزيلا عبد الجواد أبو كبل الكاتب الصحفي من القاهرة، وأيضا من القاهرة عبر زوم فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكنت أتمنى أن يكون هناك المزيد من الوقت ولكن القضية ما زالت في بدايتها. شكرا جزيلا لكم.